المرة اللي فات خليناها من البورتابل كيصوني والنمرة كانت ديال المغرب. جاوبت وانا حاس باللي غادي نسمع شي خبار خايبة، وداك الشي اللي كاين نيت. والديا جراو على مراتي من الدار وصيفطوها لدار باها. صراحة ما عجبنيش البلان نهائيا، وخصوصا هاد الظلم. ما يمكنش نخلي انسانة تعذب بسبابي. قررت انني نصيفط ليها الفلوس باش تمشي تكري وتستقر بوحدها. وصيت على خوتها باش يردوا ليها البال على ما نرجع. من ورا هاد الحادثة بشي 3 شهور شدوني البوليس على ود الخدمة اللي انا فيها. يحكموا عليا باش ندخل الحبس اللي دوزت فيه تقريبا شي 3 شهور، ومن بعدها خرجت وبقيت في سراح مؤقت. ولكن في نفس الوقت بقاو شادين ليا الباسبور حتى تسالي المدة كاملة باش حكموا عليا. في هاد الوقت وصلتني الخبار ديال الوالد اللي توفى. صراحة كان هو الوحيد اللي كيحن فيا شوية، وكنت كنحس بيه مغلوب على الأمر ديالو. داكشي علاش كيتبع ديما الوالدة وخوتي في الرأي ديالو. ومع هادشي اللي وقع كان خاصني ضروري نمشي للمغرب. داكشي علاش قدمت الطلب باش ناخد الباسبور ديالي. كانوا طلبوا لي شهادة الوفاة ديال الوالد. داكشي اللي درت وخديت الباسبور ديالي ومشيت للمغرب. داز العزو وداز داكشي كامل. من بعدها مشيت جلست مع مراتي في الدار اللي كانت كراش، وبقيت معاها لمدة 5 شهور. فهاد 5 شهور سمعت واحد من احسن الخبارات اللي فرحاتني في حياتي. هاد الخبار سمعتو نهار دارت مراتي التيست ديال الكروسيس وطلع بوزيتيف. الفرحة ديالي ما نقدرش نوصفها لكم، لدرجة كنت كنبقى خارج في السنقة بوحدي وكنضحك. ملي عرفت راسي غادي نولي اب حسيت بشي حاجة تبدلات فيا الداخل. ومن تما قررت ما عمرني مازال نخدم في شي حاجة ديال الحرام، وبعدت نهائيا عن المخدرات. رجعت مرة أخرى لإسبانيا من بعد ما قديت الأمور ديال مراتي وخليت والديها مقابلينا. قبل ما نقطع البية ديالي ونرجع مشيت درت ديكلاراسيون دو بيرت وبدلت الباسبور. هاد القضية درتها غير باش لا كان شي مشكل نقدر نرجع بالباسبور المغربي. خايش الدولية ديال اسبانيا تكون عندي امكانية ديال انني نرجع بالاخر. البلاصة فين كنت عايش في اسبانيا كنت معروف فيها، وكل شي عارف شنو كنت كندير وشنو كنت كنخدم. داكشي علاش ملي بغيت نخدم في شي حاجة ديال الحلال حتى واحد مزعم، كل شي كيشوف فيا شوفة ناقصة. مع الوقت ما بقاش عندي باش نخلص الكرة ديال لابارتومون، صافي مشيت سكنت مع شي دراري. ولكن وقعوا بيناتنا شي مشاكل اللي ما قدرتش نبقى صابر معاهم. الحل اللي بقى ليا وهو الغابة. وي حيت بزاف ديال الناس كيديروا هاد القضية. دبرت تما في واحد المحل كيبات الحلو في دور عليا في الليل، والصوت ديال الديب كيتسمع قريب ليا. نهار قررت نعيش بالحلال ورزقي يكون نقي، لقيت راسي عايش في الغابة وكناكل ونشرب غير بالصداقة. هاد الواقع اللي لقيت فيه راسي خلاني نرجع للشراب مرة أخرى، وخا الأطباء كاملين كانوا كينصحوني نبعد عليه، خصوصا مع الدوايات ديال الديبريسيون اللي كنت كناخد. إلا كانت كتبان لكم حياتي شبعانة مشاكل راكم غالطين، حيت دابا غادي يطلع النيفو ديال بصح وغادي تشوفوا المشاكل ديال بصح. قبل ما نكمل لكم قصتي وإلا عندكم شوية ديال الوقت، قلبوا على الحريق ديال خيرونا في 2012، حيت هاد الحريق كنت واحد من النجوم ديالو. ايه وانا غارق في الناس واحد النهار من بعد ما كنت شارب غادي تشعل عافية خايبة في الغابة، وما حليت عيني كنلقى كل شي حمر قدامي والعافية طايرة من الجناب ديالي كاملين. ما عرفش ما ندير، الموت راني كنشوف فيها صافي. الا ما متش بالعافية غادي نموت بالدخان. داكشي علاش قلت نغامر ونحاول نخرج من الغابة. بقيت حتى بانت ليا واحد البلاصه اللي العافيه فيها ناقصه شويه، درت ايدي على عينيه باش ما يتحرقوش، ودخلت وسط العافيه باش نقدر نخرج من الغابه. وبقيت غادي حتى وصلت لواحد الفيلاج اللي قريب ليا. بقيت كنجري كنطيح كنوض كنغوت بالالام ديال العافيه اللي كتاكل ليا في جلدي. حتى وصلت للفيلاج ناس كثيره، دنيا مرونه، لي زومبيلونس لي زيليكوبتر، داكشي ديال الافلام. ملي وصلت تلاقيت مغاربة تما، يدي تحرقو كرشي تحرقاش، ولكن همي الوحيد كان وجهي. كنسولهم واش وجهي بخير
ولكن الجواب ديالهم كيكون هو واش كتشوف مزيان. اما وجهك راه بخير. كملاش 10 ديال الدقائق طحت وغيبش، هزوني بالهليكوبتر وداوني لواحد السبيطار اللي كاين في برشلونة. تما دوزت ليلة كحلة، الجلد ديالي كيطيروه ليا قدامي وانا كنبكي وكنغوت. العذاب عباد الله. من وراها داروا ليا لي بوماد ودوروا عليا واحد اللعبة بحال السولوفان. جاو الاطباء كيسولوني على واش عندي شي عائلة. قلت لهم وي راه كاينه واحد اختي هنايا نيت في برشلونة. هاد اختي انا اللي كنت جبتها لسبانيا، حركتها بشمنيات المليون وبقيت معاها حتى وقفات على رجليها وتزوجات. مهم عيطوا لختي جات شافتني. من وراها دوزت 22 يوم في لوبيطال. الروتين ديالها 22 يوم، دوش لي بوماد والدواء، ولكن ما كاينش شي تحسن. وهادشي راجع للمناعة ديالي اللي ضعفت بسبب المخدرات اللي كنت كنستعمل. داو البلايص اللي محروقة في الجسم ديالي كيتعفنوا. الوقت اللي دوز في لوبيطال خلاني نتعرف على بزاف ديال الناس، منهم واحد الفرملي اللي جا عندي واحد النهار وقال لي غادي نقول لك شي حاجة ولكن تبقى بيناتنا. قلت لي قول لي. قال لي راه عياو معاك بالدواء وكل شي ولكن ما كاين حتى نتيجة، والحل دابا راه هو غادي يقطعوا ليك يديك ورجليك على الاقل. ما قدرتش نتصور هاد اللقطة صراحة، بقيت كنبكي وكنشوف كيفاش هاد الدنيا كتدور. من بعد ما كنت بصحتي ونمشي من بلاد لبلاد خدام مع المافيا ما خليش ما درت. غادي نرجعكم شادي اللحم، والا ما حركوني ما نتحرك، الا ما وكلوني ما ناكل. الى والى 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 هذيك الليله ما نعستش حتى وصل الصباح. الصباح هو اللي فيه غادي ندخل باش ندير العمليه. وصل عندي البناج وبدا كيشجع فيا، بدا كيقول لي بلي راه ما غنحس بوالو. قلت ليه شوف هاد البنج ديرو ليا في قلبي. قال لي علاش؟ قلت لي انا باغي نموت، الا كنتو غادي تقطعوا لي يدي ورجلي ما عندي لاش نعيش مازال. قال لي شكون قال لك هاد الهضره؟ قلت لي راه وصلتني الخبار، وصلتني من عند شي واحد اللي خدام معاكم هنايا. قال لي فعلا هادشي اللي كان غادي يوقع لك حيت الحروق ديالك راه خايبه بزاف، ولكن راه جا واحد البروفيسور اللي غادي يقدر يعتقك. دخلوني لاصال ديال لي زوبيراسيون، دكوا ليا واحد البرا في رجلي ديال البنج، ومن تما ما حسيتش براسي حتى فقت في لاصال اللي كنت فيها في الاول. فقت مخلوع. اول حاجه درت وهي كنقلب واش رجلي ويدي في بلاصتو، وفعلا كل شي في بلاصتو. شكرا بزاف وبرافو لهاد الناس اللي تهلاو فيا وما خلاونيش نعيش معاه. بقاو لي الدات ديالي كامله من الجلد المحروق وزرعوا لي جلد جديد مقاد. لقيت راسي انسان جديد، الجلد ديالي ولاو فيه جوج ديال الالوان، لوني ولون جديد عليا اللي نقد لي حياتي. قبل ما ندير هاد العمليه اللي اعتقات لي حياتي، وكيف قلت لكم كانت الحروق ديالي بدات كتعفن وصعيب تشافى، عاد زيد عليها الدرجة ديال الالم اللي كنت كنحس به. هادشي كامل خلى الاطباء يجيو عندي ويقولوا لي طلب شنو بغيتي نحقوه عليك. الجواب ما فكرتش فيه بزاف، وقلت لهم بغيت نشوف الوالده ومرتي. مرتي كانت حامله ديك الساعه، وقلت مع راسي حتى الا وقعت ليا شي حاجه ولدي يتزاد في اسبانيا. جابوا لي الاوراق اللي خاصني نسني سنيتهم، وجات اختي حيت هي اللي خاصها تضمن الناس اللي جايين عندي، بيسكو هي اللي عندها السكنة. اما انا راه كنت ساكن غير في الغاب. قالت لي الوالدة ندخلها ولكن مرتك لا، دبر على اللي يدخلها ليك. في الحالة اللي كنت فيها انا قلت لهم ما كاين باس، نشوف بعدا مو يمشي. تقادوا الوريقات، عطاو الوالدة الفيزا وجات لاسبانيا. وصلت لبرشلونة، ما كانش عندي باش نتصل بها هي اختي. مي كنت كنشوف مع الناس اللي خدامين في لوبيطال كيعطيوني مره مره ندوز لابيل. اتصلت بالوالده كنسولها فينك، كتقول لي انا مع اختك وغدا نجي نشوفك. وصل غدا بعدو وبعدو، كل مره نسولها فينك كتقول لي انا خارج ندور انا واختك. مره انا غادا نتغدى مع اختك، مره انا خرجت ولد اختك ندورو. انا محروق وكنتالم ونتعذب، كنطلب منها غير جي نشوفك ولكن هي والو. مهم داز هادشي وجات من وراها العملية كيف قلت ليكم، اللي حتى هي دازت والحمد لله على خير. وجا الوقت باش نخرج من لوبيطال
خرجت كنقدر نتمشى، ولكن باقي عامر فاصمة عايش غير بالمساعدة ديال الناس والمسجين. كل مرة نتصل بالوالدة غير باش تجي تشوفني، خصوصا وديك الساعة كان العيد الكبير. ولكن ملي هضرت معاها قالت لي راه حنا ذبحنا وكان شوي ودابا مالك مسطعني، متحرمش عليا هادشي، وبينات ليا بلي ما باغاش تشوفني. طفيت البورتابل وبقيت عايش لحالي، يحن فيا هذا وهذاك، ونجمع شويه ديال الصرف نصيفطو لمراتي اللي في المغرب وولدي اللي جاي في الطريق. بقيت على هاد الحال حتى تلاقيت بواحد الصديقه كنت كنعرفها شحال هادي. قالت لي مالك مالك وصلتي لهاد الحاله، على الاقل شوف الحقوق ديالك، راه كوميم عشتي هنايا مده وزيد على هادشي اللي وقع عليك، يعني راه من حقك تاخذ واحد البركه. جاوبتها باللي راني ما عارفش شنو ندير. داتني البلديه باش نشوفو لاسيستونت سوسيال اللي قدرات تعاوني باش نبدا ناخذ واحد 450 اورو للشهر. اول مره غادي نشدها جات مع الزياده ديال ولدي. صيفطتها لمرتي كامله وصيتها تكسيه وتهلا فيه. الشهور اللي من بعد بقيت كنصيفط لمرتي 250 اورو باش تعيش هي وولدي، وانا نخلي لي هذيك 200 اورو نحاول نعيش بها. وفي نفس الوقت كنقلب على خدمه. هاد الفلوس اللي بديت كنشد الصراحه عاونوني بزاف، حيت قدرت نفكر في شنو ندير وانا مرتاح، وليت نقدر نمشي مره مره للمغرب نشوف مراتي وولدي، شوف والدي بطبيعه الحال وخوتي، واخا كاع داكشي اللي داروا فيا. حملات مرتي مره اخرى، وهاد المره الله رزقني ببنيه، احسن كادو جاني في حياتي. رجعت لاسبانيا مره اخرى، دوز فيها 3 شهور نوراها جا القرار ديال الترحيل ديالي للمغرب. ولكن لاسيستونت سوسيال اللي كانت دخلات ليا باش ناخد 450 اورو للشهر باقا ما ساقتش الخبار، يعني بقات كتوصلني ديك البركه لمده 6 شهور اخرى حتى وصلها الخبار وحبسوا عليا كلشي. اتصلت بالسيده اللي مكلفه، قالت لي بلي الا خرجتي من اسبانيا غادي يمشيو ليك الفلوس، حيت خاصك تعيش بهم في اسبانيا وممنوع تعيش بهم خارج اسبانيا. المده اللي دخلت فيها المغرب جلست مع الوالده انا ومرتي في الدار، خدينا واحد البيت وبقيت كنصرف. ولكن بمجرد ما تحبسوا الفلوس جرات عليا انا ومرتي وولادي. ايوا هي هاديك جمعت حوايجي وخرجت، ما عارف فين نحط الراس، لا حنين لا رحيم. مشينا للحومة فين عايشة عائلة مراتي، وما كانش الهدف نمشي نجلس معاهم في الدار. ايه ما هزاتنيش حتى عائلتي، عاد غادي تهزني عائلة مراتي. قلت لمراتي طلعي للدار عند والديك، دي معاك الوليدات وخليني نشوف شنو ندير مع هاد الحوايج. كملاش تقريبا شي نص ساعه كيوصلني واحد لابيل من عند واحد الدري صاحبي في اسبانيا، هو كان باغي غير يسول فيا، ولكن لقاني غارق في المشاكل. عاودت ليه شنو كاين وما ترددش، في البلاصه صيفط ليا واحد 2500 درهم اللي قدرت نكري بيها واحد البيت وجلست فيه انا ومراتي ووليداتي. الفلوس اللي وصلوني خلصت بيهم شهرين، واللي شاط بقيت كنقضي بيه، وكل نهار نخرج نقلب شنو ندير ومنين نجيب طرفة الخبز. وهنا فين غادي نقول لكم حضيو حضيو من الدنيا راها دوارة. 17 عام وانا في الخارج، ودابا رجعت للمغرب. شوفوا حياتي وشوفوا حالتي كيفاش ولات، ماشي غير رجعت للزيرو، ولكن راه الزيرو ولا كيبان ليا الفوق وبعيد عليا. بقيت كنعرف حتى نعيش في المغرب بحال يا الله جيت لهاد البلاد، وبلاد اللي جديدة عليا. دوزت تاني واحد 3 شهور من ورا هاد الكرية حتى وصل العيد الكبير. في هاد العيد ما لقيتش مشكل، حيت اتصل بيا واحد الصديق مسبقا وكان داير بحسابي ومجد ليا حولي ديالي. ولكن الوضع المادي والمعنوي كان صعيب بزاف، وحتى مراتي حسيت بيها بحال بدا يتقاد عليها الصبر، ومن حقها الصراحة. من العيد دوزناه ناقص، تخيلوا معايا الحولي كاين والخبز ما كاينش. المهم ذبحنا، ومن بعد قالت لي بلي راه دارهم عارضين علينا. انا ما مشيتش الصراحه، مرضيتش مع الوضع اللي كنت فيه. قلت ليها غير سيري دي معاك شويه ديال اللحم وطلبي منهم يسمحوا لي راه ما نقدرش نمشي. مراتي مشات باش تعشى وترجع، صدقات جالسه عند والديها 3 ايام، وملي رجعت مغيره بزاف، ولات كتدور فيا وكتهضر بالجهد. من بعدها مشات مره اخرى تاني عند والديها
وغبرات سيمانة ما رجعاتش، حتى توحشت أنا ولادي، اضطريت أنني نمشي نشوفه. مشيت ما دقيت خرج لي أخوة وقال لي ما باقيش شي مازال لهاد الدار. تا كيفاش؟ أنا راه ما جايش عندكم للدار أخويا، أنا راه جاي نشوف ولادي، ولدي وبنتي. ما سمعوني وليداتي جاو كيجريو لعندي سلموا عليا. بنتي جراتها وما دخلاتها وبقى معايا ولدي. ديتو للحانوت نشري ليه شي حاجة، ما بيا ما عليا حتى كنلقى عصابة تابعاني من اللور، عائلة كاملة ديال مراتي تابعاني وكيصحاب ليهم باغي نهرب بالدري. اليوم ويلا ديتو كاع راه ولدي هداك. صافي ما بغيتش نجبد الصداع، حدي سلمت على ولدي وقلت ليه سير. البيت اللي كنت كاري طلقتو، حيت كانوا البيوت اخرين فيهم دي فامي وانا جاتني ناقصة نبقى بوحدي راجل عايش ببيناتهم. ملي كانت مراتي تما كانت دايزة، مي دابا لا. فاش كنت كنجمع حوايجي ما لقيت حتى ورقة من ورقية، لا باسبور لا حالة مدنية لا والو. مراتي كانت ضاربة حساب كلشي وكانت عارفة راسها غادي تمشي وتخليني. ورا هاد المصيبة الجديدة اتصلت بواحد مرات خويا اللي كانت حنينة فيا شوية، وعاودت ليها كاع داكشي اللي وقع ليا. استقبلتني وعطاتني واحد البيت عشت فيه لمدة 15 يوم. فهاد المدة كنت كنمشي مرة مرة لوبيطال حيت زاد عليا الحال، وبديت كندخل في ديبريسيون اللي كنت فيها شحال هادي. تجدوني وصيفطوني للسبيطار ديال الأمراض العقلية، مكانتش عندي شي حالة اللي خطيرة ولكن شدوني من باب الاحتياط وصافي. واحد النهار جا عندي البروفيسور اللي مقابلني، بقى كيهضر معايا وقال لي زعما شنو بغيتي دابا وشنو محتاج. قلت لي بغيت حاجة وحدة، هي نشوف وليداتي. اتصل بمرات خويا حيت هي اللي كانت كتجي تصورني مرة مرة، وطلب منها تجيبهم ليا نشوفو. وفعلا قدرت تقنع مراتي باش تجيبهم لعندي. تصوروا معايا ملي شفت ولادي والفرحة اللي فرحت. بروفيسور سير بلاص قاد لي الرابور وصنا ليا باش نخرج، حيت عرفهم بلي هما الدوا ديالي. خرجت معاهم ومشينا تعشينا مجموعين عند مرات خويا، وفي نفس الوقت حاولت تصلح ما بيناتنا، حيت عرفت بلي رفعات دعوة ديال الطلاق الشقاق. ولكن غير خرجنا من عند مرات خويا قالت لي كاين حل واحد، وهو تطلقني وتنزل ليا على الولاد. بالنسبة لي انا اخر حاجة نقدر نفكر فيها وهي نتنازل على ولادي اللي هما كلشي في حياتي. بقيت عايش مع مرات خويا من بعد، واخا حشمت بزاف حيت هي راه كانت مطلقة من خويا وما جاتش نبقى معاها في دار وحدة. الوالدة ملي سمعت شنو وقع هضرات مع مرات خويا وقالت ليها بهاد العبارة، قولي للكلب يجي لعندي. مشيت ورجعت بحال شي دري صغير. ما ديرش هادي، ما تقيش هادي، كندبر على ماكلتي خارج الدار. يعني كنت كنجي نعس في الدار وصافي، ما خاصني نقيس والو. دوزت مع الوالدة من ورا هادشي عامين، شفت معاها الويل، كنحاول مرة مرة نشوف ولادي الا لقيت شي فرصة، ولكن والو. مراتي اصلا بدات خدامة وصافي قلبات عليا مرة واحدة. واحد النهار وانا خارج من الدار جا عندي واحد الراجل ساكن حدانا وقال لي واش كتقلب على خدمة. جاوبتو بسرعة صراحة، ايه الا كاينة مرحبا. قال لي ولكن راه خاصك تصبر. قلت ليه ما كاينش مشكل. قال لي الخدمة راه هي عساس وغادي تبقى تسكن في نفس البلاصة. هاد القضية جاتني مزيانة انايا، وخاص كنا راه غير حجرة فوق حجرة والسقف كله زنق، ولكن بخير ما يدلني حتى واحد. وليت كندخل واحد البراكة اللي هي تقريبا شي 2000 درهم. اتصلت بمراتي وقلت ليها راني تحركت نقدر بهاد البراكة اللي عندي وداكشي اللي كتدخلي نتيا نعيشو بخير. مي هي صافي خرجاتني من حياتها مرة واحدة ورفضت الفكرة نهائيا. في مقابل عرضات عليا نبقى نعطيها النص ديال الخلصة وهي تنازل على النفاق. الإجابة ديالي بطبيعة الحال كانت هي الرفض. بقات مع الوقت حتى قدرات تاخد الطلاق ديالها وحيدت ليا حتى وليدات، حيت هادشي اللي دارت كانوا من وراها حتى عائلتها اللي عاونوها. انا دابا عايش حياتي لهدف واحد وهو نرجع ولادي. بسبب هاد الهدف حيدت بزاف ديال الحوايج اللي خايبين على الشراب، وكنحاول نهار من ورا نهار نجمع فلوس باش نقاد حياتي ونقدر نوفر لهم حياة زوينة ونجيبهم لعندي
علاش لا نديهم لاسبانيا يكملوا تما حياتهم ويبنيو حياه زوينه، حيت بقى ليا غير عام ونقدر نرجع لتما مره اخرى. هذه كانت هي قصتي، سمحوا لي بزاف الا عذبتكم وانتوما كتسمعوها، لكن راه هنا وصلت للنهايه ديالها. وحاجه وحده اللي غادي نقول لكم، حتى يوم الدنيا راها دواره، ونهار تبغيو شي واحد ديروا ليه التفليد وعيشوا حياتكم، راه حتى واحد ما خصو يعيش حياتك في بلاصتك.